قلبي جعل وجلد المست بياري المست بياري. احنا قادرين كلها لحظه يا هبيله يا هبيله شغل نار جاي تقولي لي هذا خبرك شغله خبرك شغله يا ام الورد من لون الورد وجاكر فعلا احب جبا كل الكلمات وانت يعني اللحن انت بتحطه تبعك شو ها دون ديل برعاية تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الكلحة جراند الشارقة بنزين سفرة رمضان مطعم أصول الضيافة أشهى المأكولات العربية بين الماضي والحاضر السلام عليكم يا جماعة الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل دانديل الموسم الثاني وذ قصي. يا جماعة اليوم عندنا ضيفين انا كثير متحمس للحلقة. الضيف الاول فواز وربعية والضيف الثاني الفنان نجم السلمان. طبعا المفروض كان نجم له حلقة وفواز له حلقة بس ما بزبط لانهم دائما الاثنين هم مع بعض فحبينا نقلبهم هم الاثنين مع بعض. فيا جماعة الخير لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانشروا الحلقة بين اصحابكم وكل حساباتي موجودة بالوصف في الديسكريبشن وحسابات شركة تلسكوب موجودة بالوصف في الديسكريبشن وخليكم مع المقلب. سلام عليكم. فواز ابو ربعيه ونجم السلمان معنا اليوم في دانديل انا جايكم يا اخوان سلام اهلا اهلا وسهلا كيف حالك كيفك تمام تفضلوا مرحبا كيف حالك اهلا وسهلا تفضل كيف حالك تمام الحمد لله نجي بابا تفضل مستر كوماي يا زلمه حتى وانت جاي على اجتماع فضحنا يا زلمه اقسم بالله يا فواز خزينة وين ما نروح على عزب اخذوش يا فواز مش مشكله تحبوا تشربوا شيء؟ معلم هذا صبر لنا سكوتشي كله جوب حتصير فنان بإذن الله بالعمل شو الأخبار؟ هلا وسهلا شاي أخضر يا حبيبي اسمع جيب لنا شاي بالله عليك ماشي شاي أخضر مش ينسون شاي أخضر هذا فنان حساس حبيبي جيب لنا ينسون كيفكم شو الأخبار؟ سلام كله تمام أنتم كيف؟ دكتور وين؟ الدكتور مفطورة هلا واصل بس سيارته مش برا شوي بيكون هون كان بالمكتب فرح يقطع علينا والله فرح اخبركم انا هيك شوي على السريع عن البروجكت تبعنا انا ومستر كومار انا كريستال بروجكت مانجر لهيدا المشروع ومعي مستر كومار ملحن وشاعر جاي من الهند خصوصي على الاردن كرمال هيدا البروجكت اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيه فمستر كومار هو اختاركم هو بيعرفكم يعني انتو بزوري نعرف عليكم بس نجم اجتمع مع تلسكوب كرمال يجتمع معكم وما بيحكي عربي بتصدقي بتعمل بالله لا بيحكي رح اتواصل معه انا تواصلوا معي وبترجم له بالانجلش شو بفكر بيحكي عربي لا قولي له لما انا فتت انجلش وهندي انجلش وهندي انا عشان احنا التلسكوب تنتج كل شيء وانا فايت فكرته انك بتشام من ورا انا جيت من ورا سوري قولي له عادي عادي just making a joke about behind سوري ماي اوكي حنخبركم هلا نحن شو جايين نعمل هون حاليا بالاردن نحن مستر كومار مثل ما قلت لكم هو ملحن وشاعر عم بيشتغل على غنيه وعم بيشتغل على ايفنت كثير كبير اول مره رح ينعمل بالهند
فشو اللي عم نعمله؟ عم بجرب انه هو يجمع بين انه الفن العربي والفن الهندي. فهلا عملنا تور برمنا بين دبي، مصر، لبنان، صرنا رايحين عم نختار شخصين من كل دوله تكون الريبريزنتيف تبعها. فهو مستر كومار هو شافكم، انا اخترتوني مشان اللحن ولا مشان شكلي؟ والله بصراحه فواز لا عشان هيك ولا عشان هيك، يعني هو انت الاثنين. ايش بدي يسوي؟ الكوميدي، الكوميدي تبعك معروف. اوكي اوكي اوكي. فهو اختاركم، حب الروح الكوميدي اللي بتعطيها، فقال انه رح تكون تعمل ستاند اب كوميدي وتكون هوست للغنيه رح يغنيها نجم. الليركس كتبهم مستر كومار بس اللحن رح يكون عندك. اوكي، بس انه الاغنيه احنا رح نغنيها بالحفل اللي رح يعملها. يس الحفل هون؟ لا رح يكون بانديو بالهند. لا الدكتور قال لي بجوز بالسفاره هو مع المشاركه مع السفاره الهنديه بس بالهند. اوكي يس 100%. اول نقطه انه الحفل رح يكون موجود بالهند. صح، اول شيء احنا بنتشرف يعني، واهلا وسهلا فيك. He's saying that you're most welcome in Jordan and he's a pleasure that he's gonna go to India to sing your song. وثاني شيء انه الدكتور بحكي له انه انا بدي اغني وفواز ايش الله يسلم ايديك. اوكي شو رايك فواز؟ دكتور قهوه. دكتور فنجان قهوه. وين انت يا روحي؟ دكتور انا ونجم عندي فوتنا نجم زلمه قاعد. طب هاي نجم الزلمه قاعد معنا. They're discussing the song. We're gonna talk about the details about the project. John will be here. Yes. Okay. He's gonna be singing. George Lady. Yes. All of this. All of this. Okay. All of it is gonna be MC and Sana. Yes. Okay. خلاص تمام. الله معك. اللي خلاني امشي معه الدكتور حكى معي، وقبل كان في شغل بينه وبين الدكتور بامريكا، فقال لي في نفس الشغل للهند. جلس على وجهي وطلع فيلم. فاللي كنت عم تساله شيء حيصير انه فواز انت رح تعطي ستاند اب كوميدي وتعطي هوستنج للغنيه. اي لغه رح تعطي؟ بالعربي، نحن رايحين هنيك على الهند للجاليه العربيه. او هو بيحكي عربي؟ هو ما بيحكي عربي بس هو حب الفن العربي فحب يعمل ميكس. اوكي طيب هلا اول مع الدكتور. اوكي هلا خلينا نبلش. هلا نجم صراحه مستر كومار من اول ما جينا حابب يسمع صوتك لايف. I'm just telling him that from the moment that we started here he wants to hear you sing. From Aliyaman. It's a gift for him. Gift. جايب لك هديه. الله احلى هديه. الله العود وهيك انه شيء عربي. عزف عليه ولا غني؟ هذا اول شك شكيته لما شفت العود لعبة، قلت في إشي غلط، يا بمزحوا معي أو في ما، بس هذا اللي خلاني أشك أول إشي. He sings want to play on it or just sing. بس مجرد هدية. هو نزل على البلد. بس مجرد هدية. هلا هيك نزل على البلد اللي جاء. أنا بدي أغني له راح يفهم علي. He just saying that you buy this from down, just making some jokes. ترى زي هيك. أوكي أوكي. بدو يسمع صوتك تكون عم بتغني غنية مشهورة لك. انت تجيبي له هو اوريدي اوريدي على ماك بلا سمرانيه بلا سمرانيه لا اله الا الله وارحم شويه ويلا وش على ماك بلا سمرانيه لا اله الا الله وارحم شويه ويلا هذول اللي ظل على القلب ليه صح حل القلب لهن قلب يصوي من واشرح لها عم يطلب عم يسوي. اذا فيك بس ترجع تعيد من الاول بده يجرب يسمع البيت من الاول. هلا انا من لبنان بس عايشه حاليا بالاردن. هلا هن شوي بالهند عندهم طريقتهم بالعزف وبس يسمعوا الموسيقى فهو بيعتبر هيدا الشيء كثير يعني الدكتور عمل بيتجمد لما يلحن. نجرب نتفهم السؤال كله. بس احكي له خلص ال اوكي احكي له انت خليه يخلص. مستر كومار مستر طيب خليك بس خلينا نرجع بس من الاول. لا لا ليش في شيء ننظر الشونغ. طيب لحظه اذا فيك ننظر الشونغ. شو؟ شو؟ بس غنيه ثانيه تسمعوا اياها من الاول. اوكي خلينا نسمع شو اغاني خلينا نعرف هيك شوي. هن ستايلهم شوي غريب. تن تن يا أم الورد من لون الوارد
جاكا راسه مثل احب جباعي. كل الكلمات مترجمي لهم اياهم على الهندي. لو هددونا بشيال الفارد الفارد واصحابه ما بيهمونا. على دلعونا على دلعونا باي باي الغرب الوطن حنونا. اشتاق للبلد شكله. هنا شوية طريقته هيك غريبة بحبه. طب شو اللي حكي لك عن ال... بس انه قبل كل شيء انا شوف شلون هلا خلينا بس بدي وزع لكم والله ما تعمل ليلة الكلمات اللي كتبها مستر كومار. مهلك عبد تفضل. اوكي هلا شو حيصير اذا بتقدر تعطيه كم نكته بس كرمال شو احكي له نكته شو يعني شو يعني يا شيء انا غنيت نكت له جوك. لا هو مش طبيعي. لا لسن في شيء غلط صح. خلينا نتفهم بس شغله. جوك جد جوك. لا هني عندهم شوي هيك بطريقتهم متعصبين شوي اكثر. جوك فهمي برضو انه في احترام واحنا يعني انت لكل الاحترام حياتي. لا اكيد اكيد اخت عزيزه صح ولا لا في بالعكس احنا مقدرين كلنا. لحظه يا هبيله سيارتي اذا شو ماله هذا ما تاخذنا بس شو هالهبل هذا بس في حدا يجي بس خلينا ندق لحدا يوصل. الكلحة برمضان بيوصل لك الأكل سخن وطازة ولكل مكان. الكلحة هوانا فلسطيني. مرحبا معك فرح من صندوق الأمان ومستقبل الأيتام. مظلوم تم الموافقة على طلب المنحة الدراسية. هاي الرنة اللي عم يستنوها الأيتام لتأمين مستقبلهم. هاي الرنة معناها أنه في حدا مآمن بأهمية التعليم. رن وتبرع لنرن ونعلم. التعليم أمانة. تبرع وساهم بتعليم الأيتام من خلال الاتصال على 06-5330-500 أو من خلال خدمة كليك على اسم الأمان أو موقعنا الإلكتروني وكافة المحافظ الإلكترونية. صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. منسف خروف محشي مع المحاشي ضلعة محشية مشاوي فوارغ وكرشاف بس أسرع من هيك. أنت عارف إنه المنيو عندهم ما بيخلص. لسه عندك الزغاريل والرز مع الدجاج والكب المشوي والمقلية. طعم أصول الضيافة العربية بين الماضي والحاضر. جرب أشهى المأكولات العربية وعلى أصولها بلحومها البلدية من مزارعنا الخاصة والدجاج الطازج بمكان واحد. 06-5-66-20-70. شو الهبل هذا يا هبيله؟ شو مالك؟ لحظة بليز خليك ارتاح عمول معروف خليك معنا خلص مش مشكلة. مستر كومار بليز وي ديدنت اجري تو ذس. في شيء مش طبيعي شو مالك انت؟ لا 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 خلينا نضل متفقين. خلينا نرجع نمشي من البيت. الدكتور شافه هيك؟ هو متعامل معه من قبل ونحن موافقين على كل شيء عم بيمشي هيك. شو هالغبا هذا؟ طيب بفهم عربي بفهم عربي؟ عربي ما بيفهم بس ترجم له. انت ترجمي له انه غبي؟ لا هيدي ما رح ترجمها. ما بحكي. ها ما رح ترجمها. لا بس شو بعرف بس شو. يلا مش مشكلة اسمعي خلينا نحكي احنا بالصافي لانه صراحة انا مش فاهم شيء. هي قاعدة مزح ولا قاعدة جدية ولا في حفل ولا مش فاهم شيء. بدنا نبلش. كل احترام انت حياك الله. الدكتور صار له شهر شهر بحكي لي جايك واحد شغل نار جاي تقولي لي هذا؟ خبرك شغلة. انا كنت حاسس انه انا جايب شغل كثير كويس لانه الدكتور صار له شهر بحكي لي فواز تعال بدي اياك ضروري وقابلته قال ورد اقول لي بقول لي فواز تأجل الاجتماع فالها صار نصيب هذا الموضوع. مع كل احترام انا بس خلينا نحكي بالبروجكت. معلش معلش اسهل هي البنت مالها مالها مهبيله. لا 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 لحظه بليز 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 نحافظ على لهجه على اللغه طبعا عمو معروف. مستر كومار فواز ما تواخذني بس عم بيطلب انه بس اذا فيك تقول له حيلا نوع من النكت لانه هو اختارك على اساس الستاند اب كوميدي فيعني لما اختار شو بتحكي له نكته شفتي شو اقول اترجمها بالانجليزي؟ اه ترجمها بالانجليزي ترجمها انت بالانجليزي؟ يس بترجمها بالانجليزي. مره واحد لف اللف انطعج يلا ترجمي له اياه يلا قولي له كوربه. اوكي سو وي واز جست سينج ان اريبيك ذات سمون تيرن ذا كيرف اند ات جت بروك. شفت قلت لك انه رح يفهمها وضحك علي. بحبوني لو بتشوف
لما ترجموا له حتى نكت قديمه لما حكيت له النكتة واحد لف انا عمري ما حكيتها بس حسيت حالي كوميدي يعني ذقت في شيء هيك معناته انا مشهور بالهند انا ده جوك اذا فيك ترجع تقول له بعد شيء نكتة بصراحه انت مسخر علي انت لا 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 صدقني ابدا بالعكس لك هو انبسط فيهم يعني انا هيك شيء انبسط فيهم هو عم يطلب بعد فوز هو كيف سيستم عم يمشي عنا اوكي شوفي لي انهي معك خلص بس هي لك شغله هي الفكره بس انه انت نروح والله عندنا شغل الدنيا طيب مش فاضي انا طيب خلينا كمان شو القعده هاي شو مالكي لا بدي لك شغله هون انت احنا نحترم حالنا هو ايش يطقق علينا ينزل رجليه بليز اوكي بليز ريسبكت هاو يو سيد جست ان فرونت اوف ذم هن طريقتهم بالقعده عندهم طريقه احط رجلي بتقوم مش هتقولي لي القعده حلوه قعدته شو مالك لحظه ابدا مش هيك بس نحترم ثقافات بعضنا مش اكثر كيف نحترم ايش؟ سقفات بعضنا اوكي سقفات خلينا ننتقل على الكلمات في عندك هدول الكلمات مكتوبين بالانديان مستر كومارو هو اللي كتبهم بس اللحن رح يكون عليك بس في شيء مش طبيعي قسما بالله لحظه لا كلماته يعني مدمن ريحه رجلين شو بيعمل؟ اول مره استفزني لما شم ريحه رجلي بيعمل هيك فكرته مدمن كنت اشلح للبوت لا مش طبيعي وضع شو مالك انت يعني انت عايشه بالهند متعارفه كل تقاليد لا مش قصه هيك بس نحن بنحترم الكالتشر تبعهم يعني مش اكثر تفرج بدور على نمل تفرج كان يعمل حركات غريبه وافكر اللي البنت اللبنانيه شو بتقول لي بتقول لي هو طبيعي هيك انا فكرت كل الطقوس هيك فانا المره الجايه لما اروح على اعمل طقوس الاردنيه في الهند مستر كومار can you stay focused with us please we're starting we're in this meeting can you please sing the song that you wrote Here you go. It's on your phone. Okay, هو رح يسمعكم هلا الكلمات تبعها وبعدين يس اكيد وبعدين بعد انت رح تطلع باللحن تبعك. اه جلدي جلدي حضرتك نمستي بياري نمستي تصاحي الله تصاحي جلدي جلدي نمستي بياري نمستي بياري تصاحي الله عليك طيب. شو جلدي الترجمه يا حيه محصب اذهب بسرعه جلدي. اذهب بسرعه سلام حبيبي سلام حبيبي انت حبيبي اشكرك كثيرا الحب اشكرك كثيرا عين انت حبيبي طيب اوكي اغنيها قسما بالله انه غريب مالك يعني ما شو مالك انا بحس عضني لا ابدا يعني مش مستر كومار بليز كان يو ستي فوكس شو بليز يعني هو شلب بتحكي له بليز لا مش قصه هيك يعني ما في انا شو في طيب انت شو في جوله جلدي هو عاطه لما يطلع جوله جلدي حتى حلوني عن الجلد بجوز هو مدمن ريحه رجلين فواز هو لما يطلع على تحت بحبي هو طريقته بالتفكير اوكي هاي الكلام بده اياني اغنيه اغنيه بس انا عشان احطك بالصوره هذا الشيء انا ما بغني لانه مش لوني انا بغني الاغاني الشعبيه والدبك والاغاني الوطنيه والعربيه برضه بس انه الاغاني الهنديه صراحه يعني اوكي ما نحن بدنا ستايل الشعبي مش بالعكس انا مش هو اصلا الكلمات اللي كاتبها جولي جلدي جولي جلدي لونك جولي يعني جولي جلدي They're just talking about the lyrics, okay? هي الفكرة الكلمات اللي كتبها على طريقة شعبية بالهند. اوكي. فهني يس. فستايلك العربي جولو جلدي جولو جلدي نمسي بياري بياري كو ساري تو ساري جولو جلدي أنا مش ملحن يعني بس أنا قاعد What do you think? جولو جلدي جولو جلدي نمسي بياري نمسي بياري كو ساري انا لما لحنت الاغنيه لحنتها مش انه انا قاعد بلحن انا قاعد بضحك على العود وبضحك على الاجواء اللي هو فيها فايش قلت يلا خليني اني هيك ادندن على 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 البركه ف وقعت طب جمالو اوكي اذا بدكم بس انه بده ينتقل على بارت البيمنت نحكي بالتفاصيل كيف حتتم الدفع والاسعار يعني بقول انه 500 $500 رح اوكي عم بقول انه السفره والاكوموديشن المطرح رح تناموا الاوتيل كل الايفنت يعني كل الرحله اللي حتكونوا فيها من الاول للاخر كلها مامنه ومدفوعه بس احنا نعرف قديش بس احنا شو التفاصيل جوا انه ايش التفاصيل ايش نقدم قبل الشغل قبل الامور هاي بس بدنا نتفق ايش احنا نقدمها طيب نرجع شوي تو راب اب بس الاشياء اللي عم نحكيها مستر كومار Let's just wrap up the meeting around. بس نرجع نقول
هي نقيك انت تعطي الستاند اب كوميدي والهوستنج تبع الغنية والغنية الليركس اللي عندك اياها هون. اوكي صراحه هذا الشيء ما بغني أنا بس هو بغني. مجرد ما نعطيك الليركس وانت يعني اللحن انت بتحطه تبعك. شو هاد؟ والله شيء غلط قسما بالله العظيم. رمى الكندرة عاجت على رجلي. مستر كومار مستر كومار ماني ان ماي شوز. شو؟ ماني ان ماي شوز. لا 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 مستر كومار هي ماني ان ماي شوز. نو نو اي دونت الاو يو تو 200 500 مش فاهم شو 200 500. انا اللي فهمته انه تو بشتري ما عنده شوز. ما عنده سيد عنده شوز 200 500. شو؟ لا ما فيك تقول هيك شيء مستر كومار. يو كانت سي سمثينج لايك ذس. اسمعي اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص خلي القعده لبين ما يجي. لا لحظه جو جلد ليش نقول الكندره ليش رميتها؟ جلو جلد جلو جلد يا جماعه كلمه جلو جلدي يعني اطلعوا برا. You cannot say this. ترجمتك. لا ما في إلا شيء. جلو جلد بسرعة. لا يا جلو. مستر كومار you cannot say something like. شو قال لك؟ جلو جلد. ما احترمين القعدة عمال. ماني ان ماي شوز. لا ما احترمين القعدة عمال معروف. شو حكى شو حكى؟ ما في لا عمال معروف ما رح ترجم هيك شيء. ما رح ترجم هيك شيء. I'm sorry. I won't translate something like this. شو حكى يا أختي شو حكى؟ ما فيني ترجم عمال معروف. لحظة أنا بعتبر القعدة ضل محترمة بليز. شو القعدة محترمة؟ شو حكى هو شو حكى؟ عن ايش بحكي؟ والله ماشي كان عم بيحكي شيء انه عن المصاري وال خلص مش سكران شيء هو؟ لا ابدا مش يعني ازعل الهند هو؟ لا بليز فاهمين هو ازعل الهند فاهمين ما عنده شوز. شو؟ بقول لك شو؟ ماشي عم بيقول انه المصاري على اجره وات سو ايفر يعني شو صار على اجره؟ ليش؟ عن مين بيحكي؟ سكران هو شيء؟ هو المشكله مش عارف اخوه اعطي معه ولا ما بيحكي ولا انا تكون بالك مستر كومار بليز وي هاف تو ريسبكت اور كلاينتس. ما عنده شوز. شو؟ يو كانوت يو كانوت سي ذس. ما فيك تضل تقول شو مش فاهم عليك شو جلد نو يو كانوت سي ذس. ام سوري يو كانوت سي ذس 700 دولار. شو؟ جو ما ما بسمح لك تحكي. يو كانوت سي سمثينج لايك ذس. سمون معروف فاهمي دي فاهمي شو؟ خلص عم بيحكي اشي عن المصاري ما بدنا نحكي فيها. شو المصاري عن مين بيحكي؟ ما عنده شوز. شو؟ عن كل المصاري انه على كندرته بس ما بدنا شو عن مين عن مين بيحكي عن كندرته؟ عمله معروف. خلينا نرجع نحافظ على القعده. شو كنت شو كنت جلد ده شو يو كانوت سي ذس. ما فيك تجي تقول لهم هيك. يو كانوت سي ذس نحن وقاعدين يا اختي معنا ولا معهم انت شو ما في ترجمكم هيك. شو حكيت بليز؟ شو حكيت؟ وات دي سي؟ ما عنده شوز. شو عم بيقول انه المصاري باجره ولا شو ولا شو شو بالبوت تبعه ليش شو يا جماعه الكف والله العظيم فجأة بغتني بالكف. انا عامل ايدي هيك انا عارف فواز حيضرب نجس فواز بس هو روقني امور تمام. انا قلت مش حيضرب لقيت كف يا جماعة والله كف طوش والله ابوي عمره ما ضربني هيك كف. لحظة فلما ضربوا فواز انا كنت حاط ايدي على قلبي متأكد فواز انه دايما فواز ايده بترج انا بمسكها فاكلها قصي. يا زلمة روح انه حاس في عظيم حاس في شيء غلط والله بالله. كمان باي كمان مبروك. اسمع اقسم بالله خلاص فوت بكام؟ شوان والله انا حسيت هناك في هناك في هناك شيء بيتحرك. يا زلمه اقسم بالله خوفت. انا مش واحد الدكتور ولا اخ ما يعرف يا لما قال لي شوز وانت اجيت استني ما عنده شوز. انا سمعتها قبل بس ما عنده شوز والله كيف تفوز يا وانا اسف لقصي لثاني مره ثاني موسم وعن جد برنامج مميز وشكرا لك يا قصي انك دائما وشكرا للدكتور معتصم والتلسكوب اللي بيعطوني فرصه دائما اني اظهر على شاشتهم. شكرا لكم. استنونا يا جماعه الخير في دانديل 2 في رمضان. اعتذر لقصي كمان مره على الشاشه لاني انا اسف. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم. مش قادر احكي متوتر. المهم يا جماعه الخير وصلنا لنهايه الحلقه. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتنشروا الحلقه بينكم وبين اصحابكم وبس اكتبوا لنا بالكومنت مين تتوقعوا البث الجاي. السلام عليكم. دانديل برعايه تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل صندوق الأمان.
لمستقبل الأيتام. الكلحة جراند الشارقة، بنزين سفرة رمضان. مطعم أصول الضيافة، أشهى المأكولات العربية بين الماضي والحاضر. شعلامك بلا سمرانية، بلا سمرانية، لا إله إلا الله ويرحم شوية ويلا. وش عالمك بلا سمرانية، بلا سمرانية.